وانا دافي بطبيعته. العالم النهارده كله بيجري ورا الطاقة الشمسية، طاقة نظيفة صديقة للبيئة، موفرة طبيعية وغير مكلفة بالمرة. طبعا النهاردة في مصر بيتم استخدام الطاقة الشمسية في كثير من المناطق وكثير من المشروعات القومية، ووزارة الكهرباء والطاقة قامت بالفعل بإجراء العديد من الدراسات لتحديد خصائص الإشعاع في مصر، وأسفرت عن تحديث البيانات المتوفرة من محطة الأرصاد الجوية وإضافة بعض المحطات الجديدة ومعدات القياس المتطورة. بنفتح الملف ده النهاردة من خلال ضيفنا دكتور سامح نعمان، أستاذ الطاقة المتجددة والحاصل على دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية. أهلا بيك يا دكتور سامح، أهلا بيك، وصباح الخير ونورتنا يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. كده نعرف الأول، طبعا احنا عارفين ان الطاقة دايما كان مصدرها البترول والبتروكيميائيات والكلام ده. النهاردة العالم كله بيجري وراء الطاقة الشمسية او الطاقة المتجددة، ليه يا دكتور سامح؟ الطاقة المتجددة هي طاقة طبيعية موجودة، احنا ما بنشتريش لا بترول ولا غاز عشان ناخد منها على طاقة، انما هي ربنا خلقها معانا في الطبيعة. بنصحى الصبح نلاقي الشمس موجودة، فعلا الرياح موجودة في كل وقت، هم دول اساس الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن الاساس للطاقة كلها المتجددة هي الطاقة الشمسية. هي الطاقة الشمسية اللي بتسبب الرياح، وهي اللي بتسبب الامواج علشان ناخد منها طاقة، وهي اللي بناخد منها برضو طاقة شمسية، طاقة كهربائية، سواء من الطاقة الشمسية سواء حرارية أو كهربائية. جميل. طيب ايه بقى يعني في مصر النهارده؟ انا شايفه ان الدوله بتحاول انها تعتمد على الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه في كثير من المشروعات القوميه الكبيره. ايه الامكانيات المتاحه عندنا في مصر في هذا المجال؟ هو بالنسبة للإمكانيات المتاحة للطاقة الشمسية متوفرة بكامل مقاومتها، بمعنى إن إحنا نقدر نستخدم الطاقة الشمسية في الزراعة، ونستخدمها في الزراعة في الصناعة، نستخدمها في المنازل، نستخدمها في الطرق، نستخدمها في كل حاجة إحنا نقدر نستخدمها. إن محتاجين نستخدم فيها طاقة كهربائية نقدر نستخدم فيها الطاقة الشمسية، إنما طاقة الرياح ليها مناطق معينة تختص بسرعة الرياح، واحنا عندنا نوعين دلوقتي من طاقة الرياح. في طاقة رياح موديلات القديمة او اللي هي الموجودة القديمة اللي بتعتمد على سرعة رياح 15 متر في الثانية، زي اللي موجودة، المراوح اللي موجودة كل في اللي طريق موجود في مصر. السخنة بالظبط، والغردقة القديمة جدا دي. دي كلها بتعتمد على سرعة رياح 15 متر في الثانية، انما الحديث منها بيعتمد على سرعة رياح 6 متر في الثانية، لسه ما نزلش مصر عموما، ولكن هو موجود، استخدم في فيتنام، واستخدم في روسيا، واستخدم في دول اخرى. ويصلح استخدامه في مصر ده هو برضو، أحسن، ده هو اللي هو اتعمل مخصوص 6 متر. علشان يستخدم في مصر. هو اصلا كان معمول 10 متر على الثانية، والحمد لله دخلنا وطورناه وعدلناه، يبقى 6 متر في الثانية، يشتغل هنا في اي منطقة. يعني حضرتك لو حطيتيه في ميدان التحرير التوربينة دي هتشتغل وتدينا ماكسيمم اوت باور، اكبر ممتاز. طاقة ممكنة. طب زي ما حضرتك بتقول، في عندنا في مصر هنا محطات للطاقة الشمسية. أهم محطات الطاقة الشمسية اللي موجودة في مصر الضخمة، اللي إنتاجها كبير وفعلا بيبان ليها دور في الصناعة وفي الزراعة وفي كل المشروعات اللي ممكن فعلا نعتمد فيها على الطاقة الشمسية. هو بنبان موجود محطة ان احنا بناخدها بنصدر منها الكهرباء، دي بتطلع حوالي 1.8 1.7 جيجا، ده كمية كبيرة جدا، دي اكبر محطة تقريبا في الشرق الاوسط. بنبان بنبان دي مكانها فين في بقى يا اسوان، فندم؟ في أسوان. في اسوان، انما بقى المحطات الصغيرة في 5 ميجا وفي 10 ميجا وفي 50 ميجا، دي متفرقة على مستوى الجمهورية، ولكن المحطة الرئيسية الكبيرة على مستوى الشرق الاوسط هي محطة بنبان، وان دي شاء اللي الله. احنا بنعتمد عليها اعتماد. لا هو مش ما احنا ما احنا بنعتمد عليها، بنحطها على الشبكه عشان احنا بنصدر منها، يعني احنا بنصدر منها وهي بتدخل كويس الشبكه، جدا. وهي بتدخل الشبكه. انما ان شاء الله في القريب العاجل في محطه تشابه بنبان هتتعمل جنب بنبان برضه ان شاء برضو الله في منطقة في أسوان، منطقه لأن اسوان ان شاء فعلا الله. منطقة صعيد هي منطقة دافئة جدا والشمس فيها يعني ساطعة طول السنة. هو حضرتك صح، هو ليها ميزه وليها عيب، بس هو كمان مناطق صحراويه
لا يصلح استخدامها في الزراعة ولا نقدر نمهدها، ولكن هي بتستخدم في المناطق في المشاريع دي كويس. هي بتدي طاقة شمسية عالية جدا، ولكن هي درجة الحرارة مرتفعة، احنا بنتغلب عليها بطرق أخرى. جميل. يعني الحقيقة عايزة أنوه أن تم بالفعل استخدام الطاقة الشمسية في المشروعات القومية الجديدة زي إضاءة محور كلبشة وطريق الصعيد وازدواج الطريق الصحراوي الغربي. يعني دي كلها مشروعات مهمة جدا يا دكتور سامح. إيه ممكن تاني نستفيد بالطاقة الشمسية فيه؟ هو حضرتك كل ما هو بيستخدم كهرباء احنا نقدر نستخدم فيه طاقة شمسية. انما في إضاءة الطرق ده محور خطير جدا في استخدام الطاقة الشمسية، ازاي؟ لأن هو ليه مواصفات. ان انا اشتغل عشان اعمل إضاءة لأي طريق لازم الأول بحسب كمية الإضاءة اللي انا عايزها. هل الطريق ده عليه عربيات سرعتها كام؟ لازم تكون السرعة فوق الـ50، غير اللي أقل من 50، لأن أنا بحتاج لكس أو بحتاج إضاءة معينة تكون ثابتة. يعني مش معقول حسب قوة الإضاءة، حسب لو هو قوة طريق سريع مثلا طريق سفر بحط إضاءة بنحتاج لكس 10 مثلا، قوية. لكس 10 مثلا، ده الإكزامبل بتاعه. لو كانت مشاة وحواري قليلة طريق داخل بيبقى مدينة ست مثلا، بيبقى طريق ستة داخل والتاني مدينة. أربعة. فإذا أول حاجة أنا بعرف سرعة الطريق ده شكله إيه، ثانيا أنا بعرف المحور المكان اللي أنا بشتغل عليه أنهي خط عرض، لأن خطوط العرض ليها إضاءة تختلف. يعني خط العرض لما أقول إن أنا شغال في مصر غير لما أقول إن أنا شغال في إنجلترا. أنا بستخدم لمبة تساوي مثلا 68 واط في مصر أو 86 واط مثلا، ما أقدرش أقول في إنجلترا هستخدم 86 واط، هقول أستخدم 20 واط، تمام؟ أقوى أقل اقل. يعني أقل. بس هنا في الحاله دي في مصر هستخدم المسافات البينيه بين الاعمده كبير، في انجلترا هستخدم المسافات البينيه بين اقل الأعمدة. اقل. فهو لازم ليها تكنيك او حسابات معينه، مش اي مكان هحط فيه طب اي ليه لمبه، بيختلف من دولة لدولة يا دكتور؟ لان رغم ان ده طريق، يعني ده طريق سريع للسفر وده طريق سريع للسفر، ده طريق داخل مدينة وده طريق داخل مدينة، بس ليه الحسابات بتختلف من دولة لان لدولة؟ حضرتك لما انا هقول انا في مصر هنا وكميه الاضاءه بتاعت الشمس موجوده معايا واضاءه اللمبه هتضيء الطريق، فانا بستخدم الواح شمسيه بحجم صغير. انما لما هاجي اخد نفس اللمبه وهروح احطها في انجلترا واحط المسافات البينيه بين الاعمده، يعني انا مثلا بدل ما هنا بستخدم 300 واط هروح استخدم هنا كيلو واط او 2 كيلو واط، يبقى انا بحط فوق عمود الاناره كم كبير جدا من لأن الالواح أجواءهم مظلمة مظلمه. شوية، ما ما فيش عندهمش الشمس ما عندهمش الساطعة الشمس ساعات النهار الطويلة خالص، زينا. عشان فعلشان كده. ادي نفس كميه الاضاءه وكميه اللكس للطريق السريع يبقى لازم انا محتاج كميه باور على الكهرباء عاليه. الكهرباء العاديه انا بحتاج لها الواح كتير، فانا عشان اقلل عدد الالواح بقلل المسافات البينيه بينها، يبقى انا باخد مسافات صغيره او عدد اعمده كتير وكميه اضاءه قليله. وبعدين جميل. كل لمبه لها حساب لكس على حسب الارتفاع. يعني لما بقول ان انا هشتغل على طريق مثلا عرضه 6 متر غير ما بشتغل على طريق عرضه 25 متر، لان هو طبعا. هنا في حسابات ليها معينه. الحسابات بتقول ده ايه؟ بيبقى ده موضوع عندنا في التخطيط العمراني يا دكتور سامح، في تخطيط مثلا على الأقل المدن الجديدة، مش طبعا. هنقول المدن القديمة، يعني لا ده لا لا موجود عندنا في مصر الحسابات العلمية دي طبعا، ده لازم، لتوزيع الإضاءات في الشوارع. ده ستاندر، ده في اي حته. ستاندرد ستاندر في اي كويس حته. قوي. يعني حضرتك لما اجي مثلا طريق مشاه اقل من 6 متر هقول ارتفاع عمود الاناره 3 متر، لو كان من 6 ل 12 عمود الاناره ارتفاعه 6 ونص. اي انما بقى الجزء الوسط لو من 12 ل 24 ارتفاع 9 متر، طيب لحد 48 يبقى 10 ونص متر. انما لو انا بستخدم بقى طريق سريع وعريض يبقى لازم طبعا في الحاله التانيه دي انا لازم انور على جنبين الطريق، انما في الطريق الاولاني بنور على جنب واحد. طيب لو انا بقى بستخدم طريق عريض يبقى لازم على جنبين الطريق وفي الجزيره اللي في النص. كويس. فكل ده بيديني حسابات ازاي انا احسب الاضاءه او اللومينانس بتاع اللمبه اللي بستخدمها عشان تدي راحه للي ماشي في الشارع ان هو شايف الشارع سليم. كويس. وطبعا اللي ماشي بسرعه 50 كيلو غير اللي ماشي اقل من 50 كيلو غير غير اللي اللي ماشي ماشي على اعلى رجليه. من 50 تمام. كيلو. طب ده معناه ان احنا ممكن فعلا نعتمد على الطاقة الشمسية في كل استخداماتنا وكل مشروعاتنا يا دكتور تمام، سامح ولكن النهاردة. في كل حتة ليها تحذيرات. يعني لما بستخدم الطاقة الشمسية في ترمبات المية
ليها شروط. لما بستخدمها في الإضاءة لها شروط، لما استخدمها في إنارة الشوارع دي ليها 100 شرط وشرط. ليه؟ لأن الشوارع لما بستخدمها ما فيش رقيب، ما فيش حد جنبها، ايوه فالمسافة طويلة. يعني لو أنا بعمل إضاءة ل 50 كيلو متر، ال 50 كيلو متر دي ما أقدرش أحط أعمدة إنارة وعليها ألواح طاقة شمسية وفيها بطاريات وبدون صيانة. دي مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن أولا الطريق شبه مهجور، فممكن البطاريات تتسرق، ممكن الألواح تتسرق، دي حاجة. طب لو ما اتسرقتش لازم محتاجة صيانة، طبعا طب لو ما اتعملتش صيانة يبقى كأني أنا ما عملتش المشروع. تمام. طب هل بقى يعني سؤال بيطرح نفسه الحقيقة، هل التحول للطاقة الشمسية بقى في استخدامات حياتنا عموما إلى جانب المشروعات سهل ولا تكلفته باهظة؟ سؤال واقعي. يعني دلوقتي حضرتك لو انا عامل فيلا في قلب الصحراء مثلا بعيد عن بعيد مصادر عن الكهرباء، كابلات تماما، الكهرباء. يبقى اذا لازم انا اكلفها علشان تعمل معايا الكهرباء وتفضل معايا صبح طبعا وليل. طبعا طيب لو انا جوه المدينه، جوه المدينه انا عندي كهرباء بالليل، يبقى عشان اقلل التكلفه بتاعتي في تخزين الطاقه، لانه التكلفه 40% منها غالبا في التخزين، عشان اقلل التكلفه بتاعت التخزين استخدم الطاقه الشمسيه في وجود الشمس، استخدمها جوه البيت كامله، وبالليل استخدم الكهرباء بتاعت المدينه. يبقى انا كده وفرت موضوع التخزين بتاع الطاقه داخل البيت، يبقى انا التكلفه بتاعتي قليله. انما لو انا بعيد عن بعيد عن الكهرباء او بعيد عن المدينه، بعيد عن مصدر الطاقه الرئيسيه بتاعت الدوله، يبقى انا بستخدم ال 24 ساعه ان انا اعمل الواح طاقه شمسيه واعمل لها تخزين واستخدمها تماما. بس هل ألواح الطاقة الشمسية دكتور سامح مكلفة؟ يعني مثلا المناطق النائية أو زي ما حضرتك بتقول الناس اللي بتسكن أو بتقطن في أماكن نائية بعيدا عن مصادر الكهرباء في تمام. المدينة علشان يضيء منزله أو مزرعته أو المشروع بتاعه بالطاقة الشمسية، هل الموضوع ده مكلف؟ لا بيقولوا الخلايا دي مكلفة جدا حضرتك والألواح دي مكلفة هقول لحضرتك سؤال. لو حضرتك الواحد بيركب كل يوم تاكسي رايح جاي في مشوار بتاعه بيدفع فلوس قليلة، انما لو عنده عربية ملاكي دفع فيها فلوس كتير، الفلوس الكتير بتاعت العربية الملاكي مع المدى الطويل هتوفر معاه. احنا دلوقتي لما بنتكلم ونقول ان انا بحط محطة طاقة شمسية عشان تنور لي صبح وليل، طب هو لو ما عندوش هيستخدم ايه؟ مولد. المولد هيحتاج سولار، خدي بال حضرتك. السولار ده لو في يوم من الايام ما لقاش المصدر بتاع السولار او الطريقة قطع بتاعه او ايا كان هيتعطل، مش كل هيشتغل. حاجة هتتعطل. انما الطاقة الشمسية لما بيصحى الصبح ما بيدورش على سولار، ده ربنا بعتها له مباشرة، فما بيدورش على ان مين هيدي له شمس، انما على السولار اقل حاجة. طيب لو المكن عنده كمان عطلت بتاعة المولد لازم يكون عنده مولد تاني، انما هو عنده هنا لما بيحط بيبقى عنده بطارية وعنده اتنين، فاذا التكلفة بتاعته ايا كانت التكلفة ارخص من اي حاجة تانية جانبية. يعني مثلا خلينا نضرب كده مثال بسيط، مواطن عنده بيت دورين مثلا لكن ما عندوش مصدر كهرباء كهرباء تمام. طبيعي يعني رسمي يبقى يعني من ايوه الدولة أو من المدينة، من كهرباء المدينة، لو حب إن هو يعمل نفسه مصدر للكهرباء من خلال الطاقة الشمسية هيستخدمها في ايه؟ في إنارة بيته واستخدام الأجهزة الكهربائية شفتي الحياة حضرتك قلت ايه؟ اليومية الطبيعية. انا سألت سؤال في ايه؟ قلت لي في الاناره. اناره بس حاجه تانيه، اناره واستخدام الاجهزه انا بعمل له جدول استهلاك على اساس اديله اقل تكلفه بالنسبه له، يبقى اقول له في الوقت ده يصرح ليك تستخدم الغساله، الثلاجه ال 24 ساعه. ليه؟ انا بعرف هو عنده ايه وبعمل له جدول. الجدول الثابت ده حضرتك لما بيشتغل بيبقى التكلفه بتاعته يقع عليه كيلو الكهرباء تقريبا كام؟ كام لا يتعدى 3 سنت. يعني 3 سنت لو ضربناه في 20 يعني 60 قرش. ايوه ده هو الايه على المدى الطويل. أسعار مخفضة جدا وعلى المدى الطويل، بس الحقيقة. هو بيدفع الاول مبلغ واحد اللي هو قيمه الحاجه، انما هو ليها حل تاني سهل جدا، ان هو لا يتكلف المبلغ الكبير اللي في الاول، وفي نفس الوقت يبقى كسبان ان هو بيشتغل بالثلاثه سنت. ان الدوله زي ما بتعمل العربيات بالقسط والعربيات الميكروباص بالقسط والعربيات الميكرو، وكل العربيات دي مستهلكه، ايوه انما هو يديله البيت، يديله الطاقه الشمسيه او مكونات الطاقه الشمسيه للبيت بالقسط، وبدل ما هو كان بيدفع فاتوره الكهرباء للدوله
يدفع هو فاتورة الكهرباء دي للبنك لحد ما يخلص القسط بتاع الايه المشروع اللي هو والله عامله. فكرة جميلة وبعد جدا ما فعلا يخلص، وهو يا هيخلص دكتور قد ايه؟ سامح. هيخلصها في 4 5 سنين 6 سنين، هيبقى عنده كهرباء بعد كده ببلاش لحد 20 سنة، يعني هيشتغل على الاقل 15 سنة كهرباء ببلاش. امتى الكلام ده؟ دي لو الدولة هي بدأت تدخل في هذا المشروع، وكل الناس اللي عايزة تعمل مشاريع طاقة شمسية تسلف. طيب ايه الضمان بتاعها؟ الضمان الموضوع نفسه، المعدات بتاعة الطاقة الشمسية. طب لو ما دفعش ياخدوا منه الحاجة يشغلوها في حد تاني، عند حد تاني، هيبقى طب الاستهلاك هو بتاعه قليل. الطاقة الشمسية في المنازل مثلا بيحتاج لألواح طاقة شمسية، هل بيحتاج مثلا لمولد لا عداد لا لا، الحاجات دي؟ لو بيشتغل، مع الدولة يبقى في حاجتين، اصل هو هنا ليها طريقتين. لو انا عايز اشتغل مع الدولة ادي واخد، يبقى عداد مزدوج يعني لو هو عنده فائض من استخدامه من الطاقة الشمسية ممكن بيبيعه للدولة. للدولة، ده اسمه العداد المزدوج، تمام؟ اللي هو ايه، انا عندي بيت، طب انا مش ده موجود في عداد مزدوج. ايوه، انا مش موجود في، بياخد ويدي. ياخد ويدي ويحسب ويدي الفرق. كويس. انا موجود، مش موجود النهارده في البيت وعندي الواح طاقه شمسيه، طب ما هي مطلعه كهرباء، طب مين اللي استغلها؟ تتسحب على الدوله. طب لما تتسحب على الدوله يبقى انا انا بداين الدوله، بمقابل. اهو بمقابل. مقصه مقصه. طب انا جيت واحتجت كهرباء بالليل فباخد كهرباء اخر الشهر، انا اعطيت للدوله كام وهم خدوا مين، وانا خدت منهم كام، الفرق انا بدفعه. جميل جدا فدي موجوده من جدا زمان، حضرتك جدا. موجوده في طب دول ده اوروبيه الأسلوب ده مستخدم في دول في العالم وموجود في مصر، وموجود بس في مصر، في حتت قليله، يعني ما هوش منتشر. انما مناطق نائية بقى، المناطق لا، موجود في داخل القاهره كمان داخل يعني. القاهرة. وحضرتك هو لو انتشر ده هيبقى نوع من التجاره. التجاره يعني هتبقى ايه؟ يبقى انا باخد الفلوس من البنك وبعمل بيها المشروع وببيع للدوله في الوقت اللي انا مش عايز، واخر الشهر انا باجي بسد الفاتوره بتاعه الطاقه الشمسيه، بيبقى عندي جزء انا استهلكته داخل الفاتوره بيتخصم مني، وبعدين انا بدي للبنك الباقي. فدي تجارة تانية كويس. ثانيا مستخدمة في مصر بس مش في كل الأماكن، في يعني في أعداد قليلة أوي اللي مستخدمة هذا طب الكلام. احنا يا دكتور سامح عندنا اتفضل. في مصر بقى المصانع المتخصصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، ولا احنا بنستوردها من بره؟ احنا نتكلم بقى بصراحة، يعني بصراحة طبعا بصراحة الكم اللي موجود في مصر لا يذكر، لا يذكر، عدد مصانع قليل، 1 أو 2 وبيطلعوا قليلين. 100 ميجا في السنة أو 150 ميجا في السنة منهم من إنتاج وزارة إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، كويس. بتطلع 150 ميجا ماكسيمم في السنة. طبعا ده شيء لا يذكر، في مصانع بتطلع لحد 5000 ميجا في السنة، والحاجات دي كانت معروضة هنا كتير قبل كده، قانونية وسليمة وأحدث تكنولوجيا موجودة، ولكن هي دي للأسف مش موجودة. ولكن دول كتير بتسعى لهذا الكلام لأن هي اللي جاية، الكلام ده هو اللي جاي، حضرتك بيستغل في كل حاجة، هي الطاقة القادمة المستخدمة في والأوفر كل شيء، والعالم كله تمام. الحقيقة بدأ يستخدمها. وكل مدى بترخص، والكفاءة بتعلى، والمميزات بتعلى بتاعتها رائع. نتيجة التطور بتاعها والإنتاج بتاعها، وأصبح بقى فيها كفاءة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالطرق يعني حضرتك أقول لك دلوقتي المدن الجديدة، منهم في منهم عمارات كبيرة في أمريكا، العمارة ما بتستخدمش محارة ولا دهان بره، العمارة، من بره بتتغطى بألواح طاقة شمسية من نوع اسمه من نوع أيوه من نوع اسمه أنواع النانو كاملة. هو عبارة عن زجاج، الإزاز ده بيبقى بيمتص الطاقة بيشتغل طاقة، الشمسية. بيشتغل ويديني طاقة. وكمان الإزاز فيه ميزة، يا إما إزاز شفاف حضرتك تبقى اللي جوه شايف اللي بره أو العكس، أو اللي جوه شايف اللي بره بس زي الإزاز الفاميلي عادي، تمام. هو ده إزاز ولكن هو مستخدم طاقة شمسية، وبأي كمية ضوء حواليه تدي لك طاقة بتخزنيها عندك في البطاريات. صناعة متطورة جدا. دي موجودة طب ده كمان. وصل عندنا مصر نوعية هو الزجاج ده؟ اتعرض في مصر من سنة 2016 بس لم يستخدم حتى الآن، إنما معروض، يعني معروض بأحدث تكنولوجيا بتاعته. يعني ده بديل بقى للمحطات والألواح اللي بنشوفها فوق الأسطح وبتاخد مساحات كبيرة عادي جدا، جدا هو تكوين غطي وبناء العمارة. المجمع السكني أو البرج بهذا الزجاج اللي بيستخدم في في الطاقة استخراج الشمسية، الطاقة الشمسية. وكمان له ألوان اللي حضرتك عايزاها، جميلة. يعني حضرتك عايزة مربعات، عايزة ترسمي عليه أي رسمة، الرسمة ليس لها تأثير على ألواح الطاقة الشمسية. فإذا حضرتك يعني حضرتك لو واجهت عمارة
بشكل معين هترسم عليها الرسمه اللي هي مطلوبه، ولكن هي بتستخدم للطاقه الشمسيه. كمان دي بتستخدم في ايه؟ لو كميه اضاءه عربيات اناره بتاعت عربيات ماشيه بالليل بتنزل على الالواح، تسقط على الالواح دي تديني طاقه تتخزن، فاي كميه ضوء في اي وقت بتخزن الطاقه بتاعتها. كويس وبعدين لا تعتمد على ان الشمس تكون عموديه عليها، لان النوع ده يختلف عن النوع العادي المستخدم الكلاسيكال اللي كل الناس تعرفه. ده اي كميه ضوء، اي كميه ضوء بيمتصها. يطلع منها طاقه. كويس. طب احنا بنشوف برضو فوق اسطح بعض المنازل سخانات كده او شبيه بالسخانات، هل دي سخانات طاقة شمسية لا ولا لا، دي عبارة عن ايه بالظبط؟ دي سخانات بتستغل درجه الحراره بتاعه الشمس في تسخين الميه، ما بتطلعش كهرباء، دي بتسخن الميه. هو بيعمل على تجميع درجات الحراره ويحطها ويسلطها على الميه، توصل درجه الحراره للدرجه بتاعته المعينه داخل السخان، وبعد كده حضرتك بتبتدي تستخدمي الميه السخنه، بتنزل وبيدخل مكانها ميه بارده والسايكل بتتم. ودي طبعا ليها طرق مختلفه كتيره، منها الانابيب، ومنها بيستخدموا فيها الالواح النحاسيه، وفي منها بيستخدم الالواح النحاسيه مع الرمل. ليها تكنولوجيا كتير مختلفه، وتبقى طبقا لحجم الاستخدام اللي حضرتك عايزاه في استخدام الميه. انما اللي عدد مستخدم اللترات زي السخان العادي كده، ايوه، حسب عدد اللترات والمستخدم غالبا المستخدمة. الفاكيوم تيوب، او اللي هي الانابيب المفرغه اللي هي موجوده فوق البيوت اللي حضرتك بتشوفيها نازله بميل كده شويه ولونها اسود، ايوه. هي دي. طيب ايه اكتر محافظات عندنا يا دكتور سامح في مصر هنا بتعتمد على استخدام الطاقة الشمسية منتشرة فيها يعني؟ روحي للمناطق الجديده الزراعيه بتاع اللي فيها ابار ميه، ابار الميه في المناطق البعيده اللي هي صعب وصول السولار عليها، دي فيها مناطق فيها الواح طاقه شمسيه بالهبل كتير جدا جدا، هي دي اللي بتستخدمها. فديت في معظم المناطق، في معظم المحافظات، ولكن هي المناطق الزراعيه، وبالذات المناطق الزراعيه الجديده بتاعت المليون فدان، المليون ونص فدان، جميل. دي موجود منها محطات طاقه شمسيه كتيره جدا جدا، والبيوت منها معموله بالطاقه الشمسيه، لان في مناطق فيها ما فيهاش كهرباء خالص، والسولار عشان يوصل في المناطق الجبليه دي صعب جدا، فبيستخدموا فيها الطاقه الشمسيه. طريق الواحات ايوه. والجنوب والواحات فيها برضو محطات طاقه شمسيه كتيره جدا خاصه بالابار الميه. جميل جدا. يعني نقدر نقول ان الطاقة الشمسية في مصر هي القادمة الواعدة إن شاء الواعدة الله، إن شاء الله. الفترة اللي جاية، ويمكن هتقلل بقى معاناة المواطن المصري من أسعار فواتير الكهرباء يا دكتور سامح اللي لا هو بنعاني حضرتك، منها. لا أنا يعني أستاذ حضرتك، أنا ليا ملحوظة على حكاية أسعار فواتير الكهرباء. أسعار فواتير الكهرباء إحنا منها سبب، لأن إحنا لو كل واحد له ليميت في الشريحة، هو الحذر في الاستخدام، ايوه، ترشيد يعني الاستهلاك. هو الحذر يعني السلوكيات بقى، بالظبط، السلوكيات السلوكيات الاستخدام هي عندنا اللي الحقيقة بتعرف. الثقافة دي مش موجودة عند ناس كتير، استخدام عشوائي. بالظبط كده، يعني انا لو مكان بتاعي منور بلمبه مش لازم استخدم التانيه، لو انا لو انا خارج الاوضه مش لازم استخدم اللمبه، ده هي هو صح، ثقافة وسلوكيات. بالظبط، هي لو استخدمناها كتير اكيد هتنزل درجه اكيد طبعا. الاستهلاك بتاع الكهرباء. اكيد. موضوع شيق وجميل جدا، لكن بنقول رائع ان مصر تستخدم النعمة اللي ربنا حباها بيها، وهي الشمس الجميلة الساطعة، الشمس المصرية، في استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة، واكيد هتوفر علينا كتير جدا. إن شاء انا الله. بشكر ضيفي على الهواء اليوم دكتور سامح نعمان، استاذ الطاقة المتجددة والحاصل على الدكتوراه في الفلسفة وفي الهندسة الكهربائية. نورتنا يا دكتور نور سامح، حضرتك، متشكرين يا فندم، شكرا. وبشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة، وطبعا بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج وفاء سعد، إيمان عمار، كوثر السنباطي، والإعداد أحمد كيشار سناء أحمد، وبشكر كل زملائنا في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود، ونلقاكم دائما مع أحلى صباح في صباح القاهرة. إلى اللقاء.
قناة القاهرة، قناة مصر الثالثة.